غزة واجتاد فيها الشعب الفلسطيني، ويتحرك الشعب اليمني لمواجهة الصلف الصهيوني والاستكبار الصهيوني والإرهاب الصهيوني. رأينا تحرك آخر ومن نوع آخر قضى فيه على حديث أبي هريرة أن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. على محمد بن سلمان عزمي جزء الحديث جزء أبو أسد ويفتح لنا مسابقة للكلاب. الله 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 على قوة في هذا الإنسان العربي، في هذا العروبي والأسد فيه، أسد أسد لكن بشكل وصل إلى حد أن يدي مسابقة للكلاب. لا إله إلا الله. يعني كان احنا بنقول الخيل ضخم الهجن جميل جدا من عادات العرب، لكن ما الكلاب ما قد سابقوا عليها من مرة ولا قد حصل مثل هذا الشيء على الإطلاق إلا من حين وصل الوجه العروبي محمد بن سلمان. لا بارك الله فيكم والشغل بالسوء. اليوم نقول لهم إن كنتم تريدون أن تحوزوا الشرف العظيم وأن تحوزوا الفخر العظيم وأن تلتم الأمة معكم وأن تشكلوا السعودية العظمى والدولة الكبرى وأن تقودوا العالم العربي كما تزعم الإسلامي، فعليك أن تقود مسابقة عظيمة وكبيرة لنصرة الأقصى الشريف ولنصرة غزة. من يقتل ليس أبناء حماس في غزة. إذا كنت تتحرج من أن تقف إلى جانب حماس لأنك من قمت بحبسهم وسجنهم والقبض عليهم في السعودية، هناك آخرون أيضا لأنهم 2,100,000 إذا ما هو داري بنخبل 2,100,000 عربي فلسطيني ما بين مسلم ومسيحي داخل. إذا ما اشتي تنصر المسلمين ولا عندك منك تنصر المسلمين، انصر المسيحيين الذي في غزة، هذا شيء إيجابي أيضا. لا تبقى الأمور هكذا. يعني بالأمس وجهنا رسالتنا إلى الإخوة في مصر والإخوة في الأردن، وقلنا أن هناك معادلة للأمن العربي تتمثل في مضيق تيران وصنافير وباب المندب، لكن يبدو أن السعودية أغضبها هذا الشيء لأنها هي أصبحت كما يقال سلمتها مصر أو لا، أصبحت من تتبع صنافير وتيران المملكة العربية السعودية. إذن نحن نخاطب الأردن، مصر، السعودية أيضا، أقفلوا مضيق تيران وصنافير. ونحن من لدينا قد بدأنا بمتابعة السفن في البحر، والحمد لله قد بعضهم ما بيقزم يجي من البحر الأحمر وقد غير الطريق حقه، بقي لديكم من لديكم أنتم. نريد مسابقة مثل مسابقة الكلاب في الرياض، تسابقوا لإغلاق مضيق تيران وصنافير، هذا أقل شيء تعمله المملكة العربية السعودية. البعض بيقول ما لنا بنكثر في الحديث عن السعودية، هل لأنها خصم؟ نعم هي خصم وعدو، عدو واضح معلن. هذه المنصة من إحدى إنجازات القصف، يعني قصفوا حتى هذه المنصة من أجل التأكيد أنهم يستهدفوا كل شيء مدني، لكن مع ذلك كله هي تملك قوة عظمى، وهي تقول عن نفسها بأنها قوة عظمى ولديها جيش كبير ولديها 6,600 دبابة حشرتها على الجمهورية اليمنية، وجمعت ما يقارب 2,000 طائرة، الأغلب من الطوائر تبع المملكة العربية السعودية. إذن نحن نخاطبها لأنها تملك هذا الشيء، ثم لأنها تريد أن تتزعم العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي ما عندنا مانع أنها تتزعم في حال أنها تتحمل كل التبعات التي تواجه العالم الإسلامي. فمن هذه القضايا قضية فلسطين